بطولة أفريقيا خدت الميدالية الفضية تحت 8 سنين. مين اللي معاكي في الصورة؟ كابتن أحمد وأختي. كابتن أحمد، وإحنا بنحيي كابتن أحمد. وأختك اسمها إيه؟ مايفن. مايفن بنحلق وبنحيي مايفن. برضو مايفن بتلعب؟ يعني هي كانت بتلعب في الأول وبعديها وقفت. تختار ألعاب تاني. برضو كابتن أحمد هنا وهيفن اهي، وشهادة تقدير وحاجات، يعني حاجات عظيمة. دي بطولة الجمهورية. دي بطولة الجمهورية، دي أقل حاجة عندك تقريبا صح؟ يعني حاجات كده يعني. الحاجات البسيطة يعني. طب وانت لما يبقى عندك 13 سنة هتعملي ايه؟ ما اعرفش. الذهب بقى خلاص برضه. ده قبل ما تبقى 13 سنة. يعني انت حابة ان انت تكملي في الشطرنج مش كده؟ يعني مبسوطة ولسه عايز تدخلي بطولات تاني اكتر واكتر. هتروحي افريقيا زي جوي؟ امتى؟ انا رحت. ما انا مش عارف امتى. ما هي كانت في بطولة افريقيا. ايوه انا رحت وخدت الميدالية الفضية. ده احنا جامدين قوي بقى. لا جامدين 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 جامدين. أيوة. يعني جوي بقى انت كل بقى سافرت وسافرت وسافرت وبطولات، كل الكلام ده كانش بيعطلك عن المذاكره والدراسه؟ ما لقيتيش بابا ماما في البيت اللي هي انت كده مش هتذاكري، احنا عايزينك تطلعي من الاوائل؟ لا بصراحه هو ده كتير، يعني كانت في دروس كتير قوي بتفوتني. ايوه حاجات كتير قوي قوي قوي. أيوة. كنت باجي كده قبل الامتحان بشهر فايتني حاجات بتتذاكر في 3 شهور، فكان يعني الشطرنج كان بيقدر بصراحه بيساعد، يعني كان بيقدر يخليني اعرف الم الحاجات في 3 شهور في شهر واحد قبل الامتحانات. دي لعبه الشطرنج كانت بتساعدك؟ أيوة. على كده تقصدي؟ ساعدنا جدا كده في الحاجات دي جدا، حتى لو هتسالي هيفا هتلاقيها بتساعد برضو في الموضوع ده. فكنت بقدر اذاكر حاجات في 3 شهور في خلال شهر واحد. كنت بطلع من الاوائل عادي زي كل سنه، ما كنتش بلعب فيها شطرنج. يعني رغم لعبة الشطرنج والبطولات لكن برضو بتطلعي من الأوائل، ورغم انك بتذاكري في شهر واحد منهج الثلاث شهور. وساعات ما كنتش بقدر اروح المدرسة كتير بسبب ان انا على طول بره مصر. أي. وساعات ما بقدرش انزل كتير بسبب ان انا على طول بره مصر. بس في المدرسة يعني متفاهمين؟ يعني هما متفاهمين كده، وبصراحة لما برجع بيساعدوني كتير. يعني قولي لي بقى، انا متأكد ان اللي بينجح ويوصل لدرجة النجاح اللي انت فيها وعنده 13 سنة يبقى في ناس بتزق معاه، عارفة يعني ايه بتزق معاه؟ بيساعدوه. مين بيساعدك ومين بيشجعك ومين اللي لما بتاخدي ميداليه بيقعد يسقف لك وبرافو احنا لازم ناخد اكتر ولازم نعمل اكتر؟ في ناحيه التدريب وناحيه التفكير وكده بابا وكابتن محب بيساعدوني جدا بصراحه. بابا وكابتن محب بصراحه جدا هم اكتر اتنين بيشجعوني. في ناحيه بقى ان هلاعب لاعب اكبر مني، الناحيه النفسيه ان انا هلاعب لاعب اكبر مني مش قادره ادخل العب، انا خايفه. ماما وعماتي وتيتا دول بجد بيساعدوني في الناحيه دي جدا. انت تقدري. ايوه انت تقدري، انت احسن، هم ما تدربوش زيك. ايوه ما تخافيش ويفضلوا قوي. أيوة. مين اللي معاكي في الصوره ده يا جوي؟ لا مش عارفه بصراحه، ده لاعب. لاعب. المدرسه بتشجعك بصراحه؟ انا ما مش ببقى في اسيوط كتير قوي بصراحه، فما بلحقش اروح المدرسه. فاضيه المدرسه مش فاضيه. طب والكنيسه؟ طيب بيشجعك كتير كتير، وعندي مسات الخادمات عندي في مدرسه الاحد بيشجعوني كتير قوي.